سيدتي سادتي. هذا يشكل بالنسبة لي شرفا كبيرا أن أكون في بين أحضانكم إخوتي وأخواتي نحتفي سويا اليوم العالمي لإفريقيا. إن هذا الاحتفاء بات بالتأكيد موعدا سنويا لا منص عنه، ومن ثم فإنه يكتسي كل سنة طبعا خاصا. بالسنة الماضية هذا الاحتفاء تزامن مع القانون المؤسس هنا في الرباط لمؤتمر الدول الإفريقية الأطلنطية، وهذه السنة هذا الاحتفاء مجددا يتزامن مع الاحتفاء بالذكرى 60 للحصول على استقلاليات الإفريقية. إن هذا مفعم وينطوي برمزية قوية، فهناك واجب الذكرى، فهنا ينبغي علينا النشيد بكل التضحيات التي أدلى بها أولئك المقاومون. هناك أيضا نفحة تاريخية من خلال هذا الاحتفاء، وبالتالي هذا يدعونا إلى أن نقوم بحوصلة سابقة وحالية واستشرافية للأشواط التي قطعناها. السادة الحضور، أستأذنكم بأن أضع كلماتي تحت ختم كلمة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، المقتبس من خطاب بمناسبة ثورة الملك والشعب 64 في 2017. كلمة صاحب الجلالة: إن التزام المغرب حيال دفاع عن قضايا ومصالح أفريقيا ليست بالأمر الجديد فيمتد في الزمان، فهذا توجه ثابت ورثناه عن أجدادنا وسوف نعززه دائما بكل فخر وعزم. انتهت كلمة صاحب الجلالة التي تترجم المكان الأساسية التي دائما أوليناها لإفريقيا في قلب المغرب، وبالتالي فإن حكم صاحب الجلالة وعرشه أو عرش صاحب الجلالة محمد الخامس كان دائما يتماشى مع الدفاع عن والتحرر لإفريقيا والمغرب. فصاحب الجلالة محمد الخامس جعل من المغرب مكان احتضان كل حركات الاستقلالية والحركات التحررية لإفريقيا، وبركان في شرق المغرب كان مكان التئام كل الحركات التحررية. فنيلسون مانديلا كان هناك، وكان هناك أيضا سامو ميشيل وأغوستينو ميتو وميلكار كابرال وفيما بين زعماء آخرين. وصاحب الجلالة محمد السادس رحمه الله الذي ورث وكان رفيق صاحب الجلالة محمد السادس ورث عن هذا، وكان دائما إلى جانب الدول الإفريقية من أجل التحرر. وفي عديد من المرات الجنود المغاربة دفعوا إلى جانب الدول الإفريقية الشقيقة ليدافعوا بدمهم عن لخدمة الاستقلال ووحدة الترابية لهذه البلدان. إذا كنت أنا بستذكر بكل هذه الوقائع فهذا ليس فقط لنبين ونؤشر على انخراط المغرب حيال الاستقلال الإفريقي، بل لنعزز ونذكر بمسار صراعنا ودفاعنا الذي كان وسيظل دائما مشتركا في ظل التضامن والتطور في الاستقرار. في ظل الاستقرار، إذا كان الاستقلال هو الحرص على المصير الذاتي، إلا أن التنمية هي أيضا مسار يتطلع إلى الكرامة، فهذا وذاك كله يتوجه في نفس الاتجاه. فالمغرب يرى دائما استمرارية بين هذا وذاك. السادة الحضور، إن الأباء المؤسسين للقومية الإفريقية واستقلال إفريقيا لطالما علموا بأنه من أجل تقدم إفريقيا عليها أن تعرف جذورها، ومن ثم فإن المغرب قرر بأن يشيد بهذا التاريخ المشترك والمصير المشترك من أجل استكمال إحدى أهم الأوراش لحفظ الذاكرة لمرحلة الاستقلال الإفريقية من خلال نسج تلك العلاقة بين الماضي والحاضر ل 45 دولة 54 دولة إفريقية. ومن ثم نرى بأن على إفريقيا أن تسترجع وتتملك تاريخها وموروثها الثقافي وأن تحافظ على هويتها الجماعية.
ومن أجل المشاركة في ذلك فإن المغرب أحدث عددا من المبادرات التذكارية التي تروم عدم نسيان ذلك المشعل القوي الذي سيذكرنا بكل تلك الصراعات المشتركة. سيداتي سادتي، ليس كون المغرب يدعو إلى الماضي كونه ينسى المستقبل، لا، بل نحن نظرتنا إلى المستقبل في إفريقيا هي في صميم الرؤية الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس، كما ذكر بذلك في الاتحاد الإفريقي في القمة 29 عندما قال بأن بزوغة إفريقيا جديدة قوية جريئة وجسورة تتولى الدفاع عن مصالحها، إفريقيا ذات تأثير في محفل الدول. انتهى الاقتباس. بالنظر إلى جيوسياسي إفريقيا، هذا ليس فقط لننظر فيه على مدى تكريس إفريقيا وتجدلها، فمنذ أمد بعيد البعد الإفريقي للمغرب من خلاله يعيش هويته وتعدده وتعدده الثقافي والمعتقدي والإقليمي. فالكثير من اللقاءات والكثير من الأمور نسجت بين المغرب ومختلف الدول الإفريقية، لأن إفريقيا هي متعددة الأبعاد وإن كانت وحدة، إلا أن هناك كانت علاقات عززت هذا البعد الإنساني والثقافي والشعيري. فصاحب الجلالة كان يعزز كل هذه العلاقات وأذكى فيها مزيدا من الأمل في توجه أجداده، وبالتالي أذكى رؤية جديدة مع الدول الإفريقية بما يجعل المغرب شريكا ملتزما وحريصا على رفع تحديات الأمن والسلام والأمن والتنمية على امتداد إفريقيا. ومن خلال هذا الزخم الملكي المغرب جعل من التكامل والاندماج الإفريقي والتعاون جنوب جنوب الركن الأساس لسياسته الخارجية، فأكثر من 80% من الدول الإفريقية هي لها صلة بالمغرب من خلال أزيد من 1000 اتفاقية منذ 1990، والمغرب صاحب الجلالة قام بأكثر من 50 زيارة إلى عدد كبير من دول الشقيقة الإفريقية، ودائما هنا يحث على وما أدى إلى شعبية كبيرة وتعزيزا لهذه الصفقات الرابحة التي هي دائما في صميم التعاون. فآلاف المنح أيضا للطلبة أعطيت من لفائدة الشباب القارة السمراء، وتحت رؤية صاحب الجلالة المغرب مفاتئ يجمع ويعبئ كل قدراته من أجل مشاريع مهيكلة. والمغرب هكذا أنشأ منظومة للمخصبات الإفريقية في متناول الدول الإفريقية من أجل أمن غذائي أكبر. والمغرب من ثم أطلق مشروع الأنبوب الإفريقي الأطلسي الذي يربط بين نيجيريا والمغرب من خلال الدول الأطلنطية الغربية، وهذه كان ثمرة رؤية استراتيجية لصاحب الجلالة محمد السادس ورئيس نيجيريا محمد بوهاري. وهذا المشروع الجامع هو يؤسس لي استقلالية ثاقية ل 13 دولة يجمعها هذا الأنبوب. سيداتي سادتي، لدعم بعضنا البعض وإطلاق الشرارة لقدراتنا الكبرى للقارة ودعم وإطلاق وتسريع النمو المستدام، هذا هو أسس التفاعل بين التنمية والاستقلال، لأنه إذا كانت مصالح أفريقيا التي كنا نوليها فقط للاستقلال، إلا أنه اليوم هذا الشكل الجديد من الاستقلال في استخدام الموارد، في إيلاء المخصصات، وفي توزيع الثروات، وفي استقلالية الفكر والتفكير، وفي الثقة، كل هذه قدرات تزخر بها طاقتنا الإفريقية وقارتنا الإفريقية. وبالفعل إن الاستقلال لا ينطوي فقط على تحرر من هيمنة خارجة،
وخارجية، بل إن الأمر يتعلق أيضا بالخروج عن تلك الانغلاقات الاقتصادية أو الإيديولوجية أو السياسية. وبالتالي الوضع في إفريقيا تبين على تفاقم كبير للتحديات فيما يخص السيادة والاستقلال. وهذه التحديات التي مفاتيح تواجه إفريقيا هي في الواقع في رأس أولويات وانشغالات المملكة المغربية وعلى المستوى الدولي أيضا. فإن انتهاء توهج هذه العقود، وبالتالي وجب علينا أن نعيد النظر في تطلعات إفريقيا. فالاستقرار والديمقراطية والتنمية هي كل متكامل، فهذا يؤثر على مفصل هام بين الأجوبة الثقافية والبرامج التنموية. فهذه الثلاثية بين الاستقرار والديمقراطية والتنمية لا يمكن أن تتجاهل البيئة الخاصة لكل دولة، بحيث أن السيادة تستدعي منا حلولا داخلية وخاصة للأزمات التي نتواجه. وبهذا الصدد أود أن أشيد اليوم بحضور 61 مراقبا إفريقيا ومراقبا إفريقيا القادمين من مختلف المناطق هنا، حاضرين معنا هنا من أجل الدورة الثانية للتكوين في هذا المجال والتدريب. وهذا تعبير عن الدين نتطلع إليه نحن. وبالتالي فانطلاقا من هذه المقاربة المبنية على بناء دينامية محلية تنأى عن ما كله مستدخل ومستورد، هذا ما يدعونا إلى أن نكون ندافع عن هذه الإفريقية. لأن كما يرى صاحب الجلالة علينا أن نملي نحن رؤيتنا عوض أن تملى علينا طرق من الخارج أو طرق العيش وأساليب العيش. إن إفريقيا تستقري وتستشرف تنميتها وتقدم أجوبتها الخاصة بتحديات إفريقيا، تتولى كل المواد من أجل مواجهة طموحاتها ومن خلال وضع مواردها وأيضا هياكلها. أفريقيا تعتمد على حيوية قطاعها الخاص وشبابها ومواردها استراتيجية وأدواتها التي لا قبل لنا بالتخلي عنها في مسار رأينا على أنه انخرط في بعد المأساوي. أفريقيا ذات متطلبات حتى تحافظ على حيويتها في المحافل الدولية. وأخيرا، إفريقيا تشرف تاريخها وتاريخ وموروث أبائها، وللتخلص من آليات تدعو إلى محاصرة إفريقيا و مساءلة موثوقية على المستوى الدولي. سيداتي سادتي، في سياق عالمي يشهد على تقلبات وأزمات اقتصادية وسياسية وصحية وإيكولوجية وبيئية، إن قارتنا السمراء لا يسعها أن تبقى دائما مرآة تقدم فقط تحديات، بل ينبغي أن تعكس أيضا الوعود التي تطلع عليها. فتحت الرئاسة صاحب الجلالة المغرب في الواقع سعى إلى أن يحرك الأمور داخل القارة الإفريقية بطريقة عملية بعيدا عن المزايدات الدبلوماسية والديماغوجية. فعدم اعتراف أكثر من ثلثين للدول الإفريقية لهذه الانفصاليين، ودعم الكبير لمخطط المغرب وأيضا صحراوية المغرب وصحراوية الصحراء وفتح قنصليات وتمثيليات في دول الجنوب، علاوة على إجراءات أخرى، هي كلها أشواط قطعناها لاستكمال الوحدة الترابية للمغرب وسيادته وتخلص وتخليص القارة الإفريقية من مشكل مفتعل، لأنه لا يصح إلا صحيح. والوقت الذي يمر ليسعنا إلا أن نعزز تاريخنا المتبقى.